بما انك طلبه وطالبات المرحله الابتدائيه الصف الاول الابتدائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هناخد الدروس الاولى من منهج اكتشف، منهج جميل جدا متعدد التخصصات. في البدايه هو بيعرفنا الاول ازاي مسكه القلم، ما ينفعش نمسك القلم كده او ما ينفعش نمسك القلم كده، القلم بيتمسك بالثلاث اصابع دول، نمسك القلم بالطريقه دهيت وبنسند القلم وبنكتب بخط جميل جدا. دي في البدايه. حاجه تانية هو بيعرفنا الاول الاشكال الهندسيه، المثلث والمربع والدائره، وبعد كده هو بيدخل معانا على حاجه اسمها الالوان. كلنا عارفين الالوان؟ طيب حد عارف اللون ده لون ايه؟ ابيض. ابيض. طب والقلم ده لونه ايه؟ اسمر. والقلم ده لونه ايه؟ ازرق. القلم ده لونه ايه؟ ازرق. والورده الجميله دي لونها ايه؟ لونها ايه؟ احمر. احمر. طيب والورقه دي لونها ايه؟ اخضر. حد عارف بقى؟ ياسين، ياسين شاطر فرغلي، هتقول لي ايه هي الوان اشارات المرور؟ احمر. برافو، علي صوتك. احمر واخضر. احمر واصفر واخضر. البنت حنين هتقول لي الوان علم مصر، ايه هي الوان علم مصر؟ احمر وابيض واصفر. برافو، سقفوا لها. احمر وابيض وايه؟ واسمر. احمر وابيض واسمر. كلنا عارفين الالوان، الالوان دي حاجه جميله في حياتنا، بتميز حاجات كتيره جدا جدا في الالوان، وهي اللي بتريح عينينا على حسب اللون اللي احنا بنشوفه، بيبقى فيه هدوء نفسي كده للون. اللون الابيض جميل، واللون الاصفر واللون الاخضر، كلنا عارفين الالوان الجميله دي. بعد كده هو دخل بينا لحاجه، يبقى اول حاجه مسكه القلم يا ياسين، وبعد كده يا ابراهيم دخل معانا على الالوان، وبعد كده هناخد حاجه اسمها الحواس. الحواس، الحواس خمسة. ايه هي الحواس الخمسة؟ هناخد ندى الأول ونشوف أول حاسة اللي هي حاسة الإيه؟ حاسة البصر. خليكم معانا ونعرف الحواس كلها مع أصدقائنا. تعالي يا ندى حبيبتي، اطلعي كده بسرعة. اطلعي فوق. أيوة، ندى هتعرفنا دلوقتي، بصي للكاميرا، ندى هتعرفنا دلوقتي حاسة البصر، النعمة اللي ربنا اداها لنا. الأول ده إيه يا ندى؟ ده أهو. ده إيه؟ فانوس. برافو عليكي. دي إيه يا ندى؟ ورده. برافو عليكي. ده اسمه ايه؟ قلم. لا اسمه ايه؟ قلم صفر. لا اسمه قلم. قلم صفر. اسمه ايه؟ قلم. وطب ودوت اسمه ايه؟ مقص. مقص. وده هي اسمها ايه؟ مرآة. مرآة. وده هو اسمه ايه؟ جرس. وده هي اسمها ايه؟ نظارة. برافو عليك. وده اسمه ايه؟ خرطوم. خرطوم. برافو برافو. سأقولها دي يا اولاد اسمها حاسة الايه؟ حاسة البصر. يبقى انا ارى. قولوا ورايا. انا ارى. انا ارى. الحمد لله. الحمد لله. على حاسة النظر. على حاسة النظر. صعبة دي؟ اتفضلي يا ندى حبيبتي. يبقى دي حاسة الايه يا ولاد؟ حاسة النظر. طيب تاني واحدة ميرفت هتطلع كده اهوت وتورينا كمان. ميرفت هتعرفنا حاسة اسمها حاسة التذوق. أنا أتذوق. يبقى أول حاجة حبايبي عرفنا حاسة النظر مع ندى، وبعد كده اهوت حاسة النظر اللي هي أنا أرى، بعد كده هنشوف ميرفت اهيت، انا اميها كده اهوت وهنشوفها. ميرفت هتقول لنا الحاجات اللي هتدوقها ديت هي ايه. ميرفت اول حاجه هتدوقها، محدش يقول هي، لا هي هتعرف كل حاجه. قولي يا ميرفت اول حاجه. امسكي كده. ده ايه؟ ماوس. ده ايه؟ ماوس. برافو. ميرفت هتعرفنا كمان. خلاص ميرفت هتعرفنا دي ايه. امسكي كده. دي ايه؟ ايه؟ برتقال. برتقال. يبقى مش بتفهم حاجه. دي ايه؟ ليمون. ليمون. طيب ميرفت هتعرفنا كمان الاكله دهيت، دي اسمها ايه؟ امسكي كده. دي ايه؟ انت بتاكلي وخلاص؟ دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ ايه ما كلتوش قبل كده ولا ايه؟ ده بلح. ده ايه؟ بلح. بلح. ده ايه يا ميرفت؟ بلح. بلح. طيب ده هي ايه؟ ده هي ايه؟ دي ايه؟ ها؟ ايه؟ ملح. برافو عليك. دي ايه؟ ملح. يبقى احنا بنتذوق اهوت. طيب ميرفت برضه هتعرفنا ده هي ايه؟ امسكي كده. برافو عليك. دي ايه؟ سكر. سكر. طيب كل ده هي ديت، ودي ايه؟ امسكيها كده. ها؟ دي ايه؟ جرجير. دي ايه؟ جرجير. يبقى ديت حاسة الايه؟
حاسه التذوق. يبقى احنا نقول مع بعض كده: انا اتذوق، انا اتذوق، انا اتذوق. بايه؟ باللسان يا سيد. بالايه؟ باللسان. الحمد لله، الحمد لله على نعمة التذوق، على نعمة التذوق. هناخد تميس، ولميس هتورينا كمان نعمة جميلة جدا، اللي هي نعمة السمع أو حاسة السمع. لميس وهي مغمية عينيها كده هتعرف الأصوات دي. ده صوت إيه يا لميس؟ ده إيه صوت إيه؟ كيس. طيب ده صوت إيه يا لميس؟ ورقة. برافو عليكي. ده هو يا لميس، ده صوت إيه؟ جرس. جرس. ده هو صوت إيه؟ مقص. مقص. ده هو صوت إيه؟ حد بيسقف. نادي عليها كده. لميس. يا لميس. مين؟ مين؟ حنين. حنين. برافو. يبقى دي حاسة الايه؟ حاسة السمع. حاسة السمع. يبقى احنا قلنا الاول انا ارى، وبعدين انا اتذوق، وانا ايه؟ اسمع. انا اسمع. انا اسمع. انا اسمع. انا اسمع. الحمد لله. الحمد لله. على حاسة السمع. على حاسة السمع. برافو. يبقى انا ارى، انا اسمع، انا ايه؟ انا ارى، انا اسمع، انا اتذوق. تعالى محمد العباسي هنشوف برضو حاسه ثانيه وهنعرفها مع بعض. اهو محمد العباسي. محمد العباسي هيعرفنا حاسه ثانيه من الحواس اللي حاسه الشم. طيب نشوف محمد العباسي كده. دي ريحه ايه؟ برفان. برافو عليك. طيب محمد عباسي يعرفنا كده، مش عارف هيعرفها ولا لا. ده هي محمد عباسي ريحة ايه؟ موز. موز. ماوز. ماوز. برافو. محمد العباسي عرفنا ده هي ريحة ايه؟ ده ايه؟ جرجير. برافو. طيب محمد العباسي هنجيب بقى ايه؟ هنجيب كده هوت ونشوف محمد العباسي هيعرف الريحة دي ولا لا. هي في الروايح بتبقى روايح كويسة وفي روايح مش كويسة. لا يا حبيبي ركز. الريحة دي ريحة ايه؟ هي ريحة ايه بقى؟ دي ريحة ايه؟ مش بخور. دي ريحة ايه؟ دخان. دي ريحة دخان. ريحة مش كويسة. ما احنا عشان كده الحواس ممكن نستخدمها صح وممكن نستخدمها غلط. حمد العباسي برضو هيعرفنا ده هي ريحة ايه؟ هي ريحته بانت على طول. يبقى دي حاسه الايه يا اولاد؟ حاسه الشم. انا اشم. انا اشم. الحمد لله، الحمد لله على حاسه الشم، على حاسه الشم. محمد العباسي برضو. محمد العباسي ولا مين اللي عليه الدور؟ لا البت سلفانا. تعالى سلفانا. سلفانا هتعرفنا اخر حاسه اللي هي حاسه اللمس. عن طريق اللمس بنعرف برضو حاجات كتير. البيت سلفانا. سلفانا ده يا سلفانا ملمس ايه ده؟ كراسة. كراسة او ورقة. طيب ده يا سلفانا ملمس ايه؟ كيس. كيس. برافو. دي يا سلفانا ملمس ايه؟ ده ايه؟ عصاية. ده هي من غير صوت ولا حاجة. ده هي ملمس ايه؟ لا دي مش سلسلة، دي ايه؟ امسكيها كده. دي ايه؟ مفاتيح. مفاتيح. ما حدش يقول، هي اللي هتقول. طيب سلفانا برضو هتقول لنا ده هي تلمس ايه؟ مسكه كده. سلسله. سلسله. برافو. عارفه من غير ما تلمسي اي حاجه، ما تشوفي اي حاجه، تعرفي دي ايه؟ ورده. برافو. دي حاسه الايه بقى؟ حاسه اللمس. حاسه اللمس. كده خلص الدرس بتاعنا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي، احنا عرفنا دلوقتي. قولوا معايا بس كده: انا اسمع، انا اسمع، انا اسمع، انا ارى، انا ارى، انا ارى، انا اشم، انا اشم، انا اتذوق، انا اتذوق، انا المس، انا المس. صعبه ديت، دي اسمها الحواس الخمس. وده كان درسين. الدرس الاول كان بيتكلم عن الالوان، والدرس الثاني كان بيتكلم عن الحواس الخمس. ان شاء الله باذن الله نقول كلنا الحمد لله، الحمد لله على الحواس الخمس. شكرا لكم، وطبتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.